الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا مشروع الإضاحي في المدرسة الإسلامية هو مشروع حيوي ومشروع سنوي كما يعلم الجميع، هو مشروع عيد الأضحى. متبرعين الإغاثة الإسلامية في كافة دول العالم يقدمون الدعم لمكتب فلسطين لتنفيذ هذا المشروع. في كل عام نتيجة إغلاء هذه اللحوم في قطاع غزة وفي فلسطين تقوم الإغاثة الإسلامية بشراء اللحوم وبشراء المواشي من نيوزيلندا وذبحها بشكل شرعي هناك وإرسالها لنا عبر المعلبات، عن طريق معلبات. هذا المشروع هذه السنة له صورة خاصة وشكل خاص قمنا بتنفيذه، حيث قمنا بتوزيع اللحوم الحية واللحوم الطازجة على الناس في قطاع غزة. قمنا بالتعاون مع شركات مصرية وشراء منها اللحوم والعجول إلى آخره، وأيضا عملية التقطيع والتشفية والتجهيز والتبكيت وكل العملية هذه يعني كانت تم تجهيزها منذ قبل يومين، بدأنا التجهيز وتوقيع العقود إلى أن وصلنا إلى اليوم الأول من عيد الأضحى لحتى اليوم الرابع. وصادف الحمد لله يعني وجودي هناك ممثل عن الإغاثة الإسلامية والوقوف مباشرة بشكل يومي على هذه العملية، والحمد لله نجحنا ووفقنا. وكان الشركة هي الشركة المصرية للصناعات الغذائية اللحامي في مدينة العبور، وأيضا المجزر أو المسلخ الذي تم العمل به كان في ميناء عين السخنة في السويس. يعني كانت عملية بكاملها عملية هي معقدة وكبيرة وشاقة، لكن الحمد لله بنية صادقة ونتيجة التبرعات المخلصة للناس في الخارج هذا يعني أدى إلى يعني الحمد لله نجاحها بشكل كبير. عملية التوزيع تتم من خلال ثلاجات متخصصة. عملية التوزيع تحتاج بشكل دائم العمال عدد أكبر.
كانت بشكل مستمر حتى أحيانا تصل لليل، عمليات التخزين، عمليات الحصر اليومي والعد اليومي لهذه اللحوم. فكان الأمر شاق جدا لكن جميل بالنسبة لنا، لأنه شعرنا يعني بسرور الناس وسعادتهم بهذا المشروع. بكوا يعطونا معلدات، وبكوا يعطونا فراش، وبكوا يعطينا حرمات، وبكوا يعطونا، الله يعطيهم، واللي بتبرع وبيساعد هالشعب الله ينصره، الله يا ربي يوجهكم بالخير، الله يطعمكم، الله يطعمكم، الله ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. هذه احسن من المعلبات، العظم اللي فيها احسن من المعلبات. وهذه اللحوم بالتاكيد يحتاجها المستفيد في البيت لعملية الطبخ في أكثر من شيء، في أكثر من نوع من أنواع الطبخ، وهذا ما دائما نسعى له، هو يعني أين هي راحة المستفيد وأين هي حاجة المستفيد، على عكس لربما بعض الأمور الأخرى التي يعني ممكن أن تستهلك بسرعة أو ربما لا تستهلك نتيجة عدم التعود عليها أو عدم حب الأطفال إلها أو إلى غير ذلك. لكن هذه اللحوم هذه السنة قمنا بتوزيع أحيانا 2 كيلو جرام على كل عائلة، وأحيانا أخرى 3 كيلو جرام، ما يزيد عن 60,000 مستفيد استفاد هذا العام من هذا المشروع. الأعوام السابقة قمنا بتوزيع على حوالي 20,000 ما يقارب إلى آخر في الضفة والقطاع، لكن هذه المرة في قطاع غزة لحاله على 60,000 عائلة، استهدفت كافة الشرائح سواء الأسر الفقيرة والمحتاجة وعمال النظافة والحراسات وفي المستشفيات في البلديات، عمال الصرف الصحي وكل أصحاب الدخل المتدني قمنا بمساعدتهم بهذه التوزيعات، والحمد لله يعني وفقنا بشكل كبير وكانت العملية سهلة، رغم أن العملية اللوجستية لهذا المشروع هي كبيرة وشاقة جدا. أشكر الإغاثة الإسلامية على مساعدة الشعب يعني كله مساعدتنا، وعندي 9 أولاد، 3 بنات و6 صبيان، وهذه مساعدة يعني لحمة برضو بتساعد الأطفال. نشكر يعني على الأخص في هذا المشروع كل الممولين الذين يعني ساهموا وتشجعوا لدعم اللحوم الحية لقطاع غزة هذه السنة ولمكتب فلسطين، التي وصلت لعدد ما يزيد عن 3,700 خروف أو أضحية. تمثلت هذه بحوالي 450 عجل، حيث لحوم العجول عمليا هي من الجودة أو المرغوبة وتعطي كميات لحوم أكبر، فدائما أيضا نسعى للوصول لأفضل شيء ممكن للناس، إلى غاية يوم ما وصلت بعد العيد وفتح المعبر بعد إجازة العيد وصلت هذه اللحوم، وقمنا بتوزيعها أيضا خلال أسبوع من استلامها كنا قد أنهينا عملية التوزيع الكامل لمشروع الإغاثة الإسلامية. لكن أشكر على الأخص الجهة الممول، هناك ممول خاص من ألمانيا، مؤسسة IGMG، هذه كان لها فعلا الباع الأكبر والنصيب الأكبر في التبرع، حيث تبرعت بحوالي 300 عجل يعني ما يقرب من 2,100 أضحية. نشكرهم ونتمنى التعاون معهم مستقبلا في تنفيذ مثل هذه المشاريع في العيد القادم إن شاء الله. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليكم، 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 سلام عليك، سلام
سلام.